مرحبا بكم. أفاد مصدر محلي بأن قراصنة محترفين هاكرز اخترقوا نظام شركة زين للاتصالات في محافظة النجف وقاموا بسرقته. وقال المصدر إن عملية السرقة تمت عن طريق رقم يستخدمه مصرف الرافدين بالتعاون مع شركة زين للاتصالات، وتم إقناع العملاء الرئيسيين بحجة فرمتة النظام، وتعرضوا للسرقة بمبلغ 26 مليون دينار في محفظاتهم الخاصة. وأضاف أن مقر شركة زين كان على علم بالحادث الذي تعرض له العميل الأول، ورغم ذلك لم تبلغ العملاء الآخرين بتوخي الحذر، حيث إن عملية الاختراق تمت عبر عدة ساعات. أكد النائب عن القادسية حيدر علي شيخان بأن المحافظة حصلت على 460 مليار دينار ضمن قانون الأمن الغذائي، بينما يحتاج ملف الخدمات إلى تريليون دينار إضافي. وقال شيخان إن موازنة قانون الدعم الطارئ شملت بعض المحافظات، إلا أنها لم تكن كافية لسد حاجة الديوانية، خاصة أنها بحاجة إلى أموال كبيرة لتدعيم الخدمات المتدهورة، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك 15 وحدة إدارية تعاني من قلة الخدمات والبنى التحتية المتهالكة. أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية إحدى شركات وزارة النفط الحالية أن موعد طرح منتج البنزين السوبر في محطات التعبئة سيكون في الأول من شهر أيلول المقبل. وقالت شركة توزيع المنتجات النفطية إن وزارة النفط الحالية اعتمدت طرح منتج ثالث من البنزين عالي النقاوة، وأن هذا المنتج هو المنتج الجديد مستورد بنسبة 100%. ولفتت إلى أن سعر اللتر الواحد كبداية هو 1000 دينار، وأن المنتوج مدعوم من قبل الدولة بحدود 400 دينار بسبب أن سعر استيراده 1400 دينار. ارتفعت صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لتصل مستوى 225 ألف برميل يومياً. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 225 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت فيه معدل 163 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميا. قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الاقتصاد العالمي ربما يدخل في مستنقع الركود التضخمي لفترة من الوقت ما لم تتمكن الاقتصادات الكبرى من زيادة الإنتاج بمعدلات قوية. وأضاف مالباس أنه من الصعب الخروج من التضخم المصحوب بالركود، وأن الاحتياطي الفيدرالي يكافح لخفض الطلب عبر زيادة أسعار الفائدة، وذلك وسط صعوبات عالمية هائلة، مشيرا إلى أنه لن تحصل زيادات مناسبة في المعروض. ننتقل الآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.